السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون ومرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في هنايا بين مديونة والدار البيضاء، كازابلانك الدار البيضاء الكبرى العزيزة علينا وعزيزة على كل أحباب تونا، واللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية. احنا في دوار الحيمود، دوار حيمود هنايا كما تشوفوا بين الدار البيضاء ومديونة، ما بعيدش عليهم بزاف. جنب الرشاد، جنب الرشاد هاد الزيزة اللي كاينة هنايا كي تشوفوا، هادي حمرة الراس، هادي عند الحاج عبد السلام فاكر لي كما تشوفوا هاد الخيلات اللي تكون ديما عند الحاج عبد السلام هنايا كي تشوفوا حمرة الراس. تبارك الله تلقيها ولدي، غير تلقيه. رد لنا هذيك، جيب لنا هذيك باش يشوفوا جميع الاوزان سياده تونا، المشاهدين قناه الزيتون والمرجان والحباب تونا اللي غاليين علينا وعلي على قناتنا قناه الزيتون والمرجان الصغيره. تنوريكم هنايا الضيعات تاعت الحاج عبد السلام فاكر لي كما تشوفوا هذه الخيرات، غادي يكون الهاتف على الشاشه ان شاء الله بحول الله اللي بغى شي حاجه من هاد الخيرات. هاد الخيرات تنوريوها للحباب تونا المشاهدين قناة زيتون والمرجان، عيالات ورجالة بنات ولاد والجالية المغربية والناس مولي المدن الكبرى والحباب تونا في المكان. تنوريهم هاد الخيرات تاعت البرقية وحمرة الراس ولا السوفانا والو. شوفوا الخيرات تبارك الله، وكما قال لنا سعد قال لنا المليح كي تشوفوا معنا، وتنوريوها جميع السياد تونا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. كما تنقولوا الحاج عبد السلام تصيفط لي دري صغير او دريه او راجل او امراه، كبير او صغير، يكون عنده 10 سنين او 12 عام، او تصيفط لي الفلوس في جميع البنوك. يعطيك الحولين، ما نهضروش عليك، كي جيتي انت كيما جيتي، والله اعلم لا جيتي ما غاديش يحسن كيما غادي يحسن لك هو، باش غادي نتفاهموا مع المشاهدين قناة زيتون ومرجان. الحباب تونا اللي غاليين علينا، تنوريكم هاد الشيء راه حقيقي ومعقول، هاد السيد راه ماشي كاري ولا من العام لعام، راه هاد الخيرات راه ديما، هاد الخيرات تاع البرقي كل الشتا وخريف كيما قال لنا جميع المناسبات، توقيت الشتوي او توقيت الصيفي. مور العيد كيجيو الناس كيبغيو يديروا السبوعات كيجيو يديو من هنا. اسمح لي دابا نتاعك حيت هذا تيعرف اكثر مني تقريبا، هذا السيد تاع هاد الطيعه ديما تنصيبك الدراري كلشي عارفين هادشي. واسمح لي دابا نفضلك الله يرضيك الله يعطيك قاطعتك، بغيت باش يوريني سعد راه كل عام وكل نهار اللي خاصو شي حول الاسبوع او شي مناسبه او اي حاجه ما حبيت، راه الخيرات ديما هنايا، راه ما تيكاريش ولا دير. هذوك المعزات والدات اللي كيما تشوفوا راهما المعزات كيما تشوفوا والدات تبات هاد الخيرات. اسمع لينا تخدم النهار تاعك باش يشوفوا هذاك الشيء تاع الوز تاع الصغير وكبير. لما عزا والدة قدر نقلعوا عليه واخا ما يسخاوش عليه نبيعوهم ليهم. كما تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها جميع المشاهدين قناة الزيتون والمرجان والحباب تونا، أهلا بكم جميعا. هذا الرجل راه كيسير في مدينة الدار البيضاء، عنده ما غاديش نبداو نفاخروا عليكم أو نبداو نقول لكم أنتم عندكم الخيرات والرزق يا جميع المشاهدين قناة الزيتون والمرجان. الحباب تونا ما غاديش نبداو نقول لكم عنده 70 حانوت أو 100 حانوت، راه عنده الحوانت والكزارات والجبال الغلميد البكري الماعز الخيرات. تبارك الله كي تشوفوا الغلميديه ذهبت الراس الذهبيه والغلميديه البركيه كما تشوفوا حمرة الراس الزينه اللي حاجه تتنسيك في حاجه كما تشوفوا معنا. هذه الخيرات هنايا في ضيعه الحاج عبد السلام فاكرني كما تشوفوا هذه الخيرات، تنوريوها لجميع الحباب تونا اللي غاليين علينا والمشاهدين قناة زيتون ومرجان في المكان.
كما تشوفوا هذو الخيرات راه ما فيها لا صوفه راه عريانه والخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا ونحيوا الحباب تاعنا في المكان. شوفوا هذه حمره الراس كي دايره بالزيت، شوف الراس تاعها كي داير، شوف الراس تاعها كي داير تبارك الله. نحيوا كل الاحباب تاعنا، اهلا بكم جميعا وشاركوا معنا في قناة زيتون المرجان. رحنا ما صافي الميرة لحقناها راه ولينا باغي المليون. ها؟ وصلوا المثال راه بغينا المليون راح نشوفوا فيها ان شاء الله. ان شاء الله ما راه بغينا المليون درك مع المشاهدين الغاليين علينا عيالات ورجال بنات ولاد ونحييو الناس مال المدن الكبرى بالمملكة المغربية وفي القرى في البادية في المدن الصغرى وفي المكان والمشاهدين قناة زيتون المرجان والجالية المغربية المالة علينا وعلى قناة تاعتنا اللي تنوريو الخيرات اللي مولفين هاد الخيرات تنوريو هاد الخيرات تاع المملكة المغربية والخيرات تاعتها كما قال لنا الحاج عبد السلام راه كثار يشراو والخيرات راها موجودة راه الحوري قالوا لنا البروفيسيرون انتو هادشي قالوا لنا القلم راه تشيط والخيرات موجودة ما تخلعو ما والو. طلب كثر من العبد عندنا دابا. ها؟ طلب عندنا كثر من العبد. ديما الطالب كثر من العبد. ديما العبد كثر من الطالب. ديما الطالب كثر من العرض كثر من الطالب ديما. كيما تشوفوا راه البحر عامر والحم كي دايروا الحولي متكوف. راه الحولين ماشي هذاك الشيء، هذاك الشيء راه واكل على حق وطريقو والمليح تاعو. تبارك الله كي تشوفوا معنا نحييو كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن كي تشوفوا معنا تلبركية عند الحاج عبد السلام وغادي يكون الهاتف راه ما تخموش راه الهاتف كاين تصيفط غير دري صغير عنده 12 عام ولا يعرف يشد الفلوس. او تعرف تصيفط الفلوس في طرف جميع البنوك راه هذاك الشيء لا حفظ الله واماني كي تجي تا كي ما تجي الخيرات راه ما نذكروش عليها راه حاجه تنسيك بحاجه وراجل معقول يبقى الحولي تنهار الحناق للغد العيد تاخذ الحولي تاعك بغيتي تاخذيه درك خودي بغيتي تخليه راه يبقى لا حفظ الله واماني مع الغلم كي تشوف اللي يبغى حمره الراس والغلم ما فيها لا صوفه لا والو حاولي معزول على راسو وقال لكم الحاج عبد السلام دابا عنده شي كليان وهذاك الشيء راه باش ما كاين في السوق راه يبيع ليكم ويصوب معاكم وما يخسر حتى شي واحد راجل راه خالي وراجل رانا تنعرفو من القديم وراه راجل خمي وراجل ما ديما نقول فيه ماشي حيت خالي وغادي نقول لكم في القناه تاعتي راه مزيان راه كون ما كانش مزيان راه ما نقولش لك مزيان راه راجل طيب وراجل شريف وراجل مخير كيما نقولها لجميع المشاهدين قلت لك واخا تصيفط لي الفلوس في طرف ابناك بالمملكه المغربيه راه يخلي لك الحولي اللي سكت الدري لبكا من خيرات تبارك الله كي تشوفوا معايا ضربوا وليدي سعد باش يشوفوا جميع الاوزان هاد الخيرات تاع الحولي باش يعرفوها هاد نحيو كل مشاهد قناة زيتون المرجان شد الشريف هاد الحولي هذا اللي دار هكاك شدي 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 خلي يشدوا هذاك الراجل خلي يشدوا هذاك انت مليح وعامل زوين هكا كيفاش مليح وعامل احنا عارفين ودوني بونيطه تبارك الله كي تشوفوا الحولي هاتي الحولي كي داير تبارك حيت الشريف من عندي شوف الحولي كي داير تبارك الله سدرو كي داير الخيرات تبارك الله لا صوفة لا والو هاد الخيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون المرجان ها تشري رد هادوك هنايا نشوفوهم كي دايرين تبارك الله كما تشوفوا هاد الخيرات عند الحاج عبد السلام وغادي يكون الهاتف الشاشة ان شاء الله وهذاك الشيء راه زين راه انتم تشوفوا احسن مني انا انا راه تنوريكم الراجل راه معقول يبقى الحولي على حق الله واماني وكما تشوفوا هاد الخيرات مجرم الزينه تنحيوا كل مشاهد قناه زيتون المرجان وراه اكثريه بيوعه اكثريه راها بيوعه اللي هي مطبوعه من راس راه بيوعه واللي باقه راه باقه
وهاد احنا تنبغيو الناس يتعرفوا على القناة زيتون ومرجان وعلى هاد الضيعة تاع الحاج عبد السلام باش يعرفوا شنو فيها بالخيرات وبحاجة زينة وبال هاد تشوفوا حمرة الراس كيما تشوفوا معنا المليح المليح تقريبا راه باش ما كان الثمن في السوق راه هو ينقص عليكم زيتو راه راجل طيب وراجل زين وهذا سعد راه ديما وقال لي تلقاو في المقابل هاد الضيعات اكثريه هما كاينين جميع الخدامه كاينين جميع هذاك وين سعد راه قال لي مكلف بالقضيه وسي فريد تاو تا سي فريد واخا مشرف سي فريد مشرف كل الاحباب تونا في المكان والكلمه